السلام عليكم أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي وأولياء الأمور النهاردة إن شاء الله هنحل النماذج الإرشادية لاختبارات شهر إبريل تيست موديل 1 النموذج الأول Choose the correct answer from A, B, C or D My sister can not the alphabet Catch, يمسك, count, يعد bill يكشر Say, يقول أو يتهجأ هكون Say هيكون معناها أختي بتستطيع إنها تهجأ الحروف الهجائية. سامي always has a نقط. he doesn't fly the plane by himself. دكتور طبيب كوبايلوت مساعد طيار. student طالب. شيف رئيس الطهاة. يبقى هنختار هنا كوبايلوت مساعد طيار ومعناها هيكون سامي بيكون دايما لديه مساعد طيار. هو بيطيرش الطيارة بنفسه. what could you not when you were little do does did doing هنا عندي كود بيجي بعدها الفعل في المصدر يبقى نختار هنا do ومعناها ماذا كنت تستطيع أن تفعل لما كنت صغير Macy's is the biggest not store in New York City Hotel فندق Department متعدد الأقسام Bus Autobus Train قطار هتكون Department بميسز ده أكبر متجر متعدد الأقسام في مدينة نيويورك Please write ذا نقط D on the board Word كلمة Letter كمامة Number رقم Letter حرف هتكون Letter من فضلك اكتب حرف الدي على السبورة My favorite note is March Season فصل Day يوم Month شهر Week أسبوع هتكون Month شهر شهري المفضل هو مارس My friend cannot English well Catch يمسك أو يلحق Speak يتحدث Bell يكشر sure. Cut يقطع حكون Speak صديقي بيستطيع أن هو يتحدث اللغة الإنجليزية بصورة حسنة سؤال الري أرينج هو سؤال الترتيب Have copilot I always know A هتكون No I always have a copilot No I always have a co-pilot لا انا دايما بيكون لدي مساعد طيار Get what did you هكون what did you get what did you get ماذا حصلت yourself the you by do fly plane هكون do you fly the plane by yourself do you fly the plane by yourself هل أنت بتحلق بالطيارة بمفردك؟ test model 2 الامتحان الثاني for more, more information نقط us at 0101512121 rent يؤجر feed يطعم call يتصل stay يبقى أو يظل هكون call لمزيد من المعلومات كلمنا على رقم ده when I was thin I could run now I not climb trees لما كان عندي عشر سنين انا كنت بعرف اجري الان بعرف اتسلق شجره وطبعا طالما شفت ناوي يعني كده مضارع يبقى انا عايز كان طارق نقاط a car for an hour rented يؤجر build بنا visited زارة فلو طارق يبقى طارق rented طارق أجر عربية لمدة ساعة I tried to catch a butterfly but I أنا حاولت أن أنا أمسك فراشة ولكن أنا couldn't ما عرفتش عندي هنا بتكون جملة مثبتة والثانية منفية فجبت هنا couldn't ما جبتش could could you ask you not questions a little a few a lot much هكون a few question my sister can not the alphabet أختي بتقدر إن هي إيه الحروف الهجائية catch يمسك count يعد barely يؤشر سي يقول هكون سي the alphabet سما نقط مستر أحمد to ask him some questions sama إيه مستر أحمد لكي تسأله بعض الأسئلة forgot نسى walked مشى interviewed جرى مقابلة شخصية boat اشترى هكون interviewed سؤال rearrange did move when to he Alexandria يبقى when did he move to Alexandria when did he move to Alexandria did go when Paris Sammy to when did Sammy go to Paris متى سامي ذهب إلى باريس build sand castles he can enormous he can build enormous sand castles هو يقدر ان هو يبني قلعة رملية ضخمة تيست موديل 3 الامتحان الثالث Do you not blame by yourself? هل أنت أي طيارة بمفردك أو بنفسك visit يزور fly يطير call يتصل have يمتلك أو يتناول هكون fly هل أنت بتطير طيارة بمفردك come on Mona don't up. not up تعال يا منى لا نقط هكون don't give up لا تستسلمي يا منى جاز از ا كايند اوف الجاز دي بتكون نوع من ايه ميوزك موسيقى سبجكتس مواد دراسيه فروتس فاكهه كولرز الوان هتكون ميوزك لان ديت موسيقى الجاز I can't write that word. It's too. أنا مش عارف أكتب هذه الكلمة. إنها بتكون أي جدا. Easy سهلة. Small صغيرة. Hard صعب. Thin رفيع. هتكون it's too hard. صعبة جدا. How not did they stay in the hotel? عايزين نقول هنا كم المدة اللي هم قضوها في الفندق يبقى نختار هنا how long بمعنى كم المدة My father always not us presents والدي دايما ايه هدايا Give أعطى بلايز لعبة gives يعطي بلايز يلعب كون gives والدي دايما بيدينا هدايا طبعا جبت gives هنا لان احنا هنا في المضارع مع father جبت الفعل في اس we traveled to Aswan not Marsh on and at for هتكون هنا in لأن حرف الجر اللي بيجي قبل الشهور هو حرف الجر in so arrange rearrange overseas I and a flight once month have I have an overseas flight once a month I have an overseas flight once a month. انا بيكون لدي رحله جويه خارج البلاد مره كل شهر could hurts they out cut هكون they could cut out hurts they could cut out hurts هم كان عندهم القدره ان هم يقصهم قلب time for thanks your هكون thanks for your time thanks for your time متشكر جدا على وقتك Test Model 4 النموذج الرابع Do you fly a plane not yourself? هكون باي. Do you fly a plane by yourself? وهنا الضمائر المنعكسة كلهم بيجي قبلهم حرف الجر باي. Please write the نقط apple on the board من فضلك اكتب ايه؟ تفاحة على الصبورة word كلمة letter كمامة photo صورة number رقم هكون word اكتب الكلمة دي على الصبورة When did he not to Hong Kong عندي هنا did يبقى أنا عايز مصدر وكان التكوين السؤال بتاع when بيكون when did فاعل مصدر يبقى أنا اختار هنا go My father is a proud I not him very much يخسر build يبني miss يفتقد سي يرى هيكون والدي بالخارج أنا افتقدته كثيرا أو هو وحشني كثيرا نقط did you stay in Italy I stayed there for one week هنا في الإجابة كان بيقول لك لمدة أسبوع واحد يبقى إحنا عايزين أداة استفهام اللي بتسأل عن المدة واللي بتسأل عن المدة اسمها how long يبقى كام المدة اللي أنت قضيتها في إيطاليا أنا قعدت هناك لمدة أسبوع he couldn't not a frog when he was little fly يطير catch يمسك belly يكشر say يقول cool. هتكون catch هو ما كانش عنده القدرة إن هو يمسك الضفدع لما كان صغير she went to Hong Kong not April عندي إبريل ده شهر وحرف الجر اللي بيجي قبل الشهور هو N سؤال so rearrange teacher your was Amira grade Miss Ferris تكون was Miss Amira your first grade teacher was Miss Amira your first grade teacher هل Miss Amira بكون مدرسة الصف الأول do people why visit Paris Why do people visit Paris? Why do people visit Paris? and When, where, spell you word three? You a uh, code. Could you spell a word when you were three? Could you spell a word when you were three? هل انت كنت بتقدر انك تهجأ الكلمة لما كان عمرك 3 سنوات؟